يلقي وقف إطلاق النار. وزيرة الحكم الاتحادي في السودان بوسينة دينار تعلن استقالتها. مطالب بإجراء تحقيقات في تعذيب 3 مدنيين على يد حفريات نظامية في طنجة. اتفاق على إنشاء قوى أمنية مشتركة ومحاكم بين مقاطعات بولاية الوحدة. حيث المشروع مستمعينا، دمتم مخصر عيث الله وإلى اللقاء. مستمعين الأعزاء، نرحب بكم على أثير بثنا اليومي من راديو تمازيغ. راديو تمازيغ هو خدمة مقدمة للمستمعين في أي مكان بالسودان وجنوب السودان. إذا لديك أي اقتراح تريد مشاركته معنا، يرجى الاتصال بنا على رقم الهاتف 0-0-2-5-4-7-7-7-7-5-5-3-1. في أي وقت بين الساعة 9 وحتى الساعة 11 صباحا من الاثنين إلى الجمعة، يمكنك الاتصال بنا أيضا عبر الواتساب على نفس الرقم. مرة أخرى، إذا لديك أي نصيحة أو أي معلومات أو أخبار تريد مشاركتها مع راديو تمازيغ، رقم هاتفنا هو 0-0-5-4-7-7-6-7-7-5-5-3-1. راديو تمازيغ. تمازيغ بالنصرة. مستمعينا، نحن بنكون وصلنا لختام جولتنا لهذا الصباح. بنشكر لكم حسن المتابعة، وإلى جديد اللقاء بكم. مساء اليوم لكم منا أطيب الأماني.